نورا غازي، محامية سورية، محامية حقوق إنسان. بشتغل بالدفاع عن حقوق الإنسان من عام 2004. جيت لهون على إسبانيا لحتى أحكي عن الوضع بسوريا، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لأنه هذا الملف اللي أنا بشتغل عليه. يقدر بأنه 30% من المعتقلين بالسجون، سواء عند الحكومة أو عند الفصائل، هن عم يموتوا بسبب التجويع أو الأمراض أو سوء المعاملة أو التعذيب أو الإعدامات. زوجي هو ناشط من أهم ناشطين بالكفاح السلمي، هو أهم من أهم علماء الكمبيوتر بالعالم. هو معتقل من 15 آذار 2012. ب3 أكتوبر 2015 تم نقله من سجن دمشق المركزي لجهة مجهولة، وتسربت إشاعة عن خبر إعدامه. ما حدا بالحكومة أكد أو نفى هاي الإشاعة، ولهلا أنا ما عندي أي معلومة عنه. بدعيكم للتفاعل مع صفحة منظمة العفو الدولية على الإنترنت والدخول لها والتوقيع عليها، وشكرا. Thank you.